أيضا مشاهدينا للتعليق على وفي متابعة للتعليق على هذه الأحداث في السويداء من القاهرة ينضم إلينا مجددا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. رامي أهلا بك مرة جديدة. يعني كنا تابعنا معك بالأمس أن يعني هذا راجي الفلحوط قد تم اعتقاله، ولكن يبدو أن المعلومات كانت غير دقيقة. ما هي المعلومات الأوفى وكيف هو الوضع اليوم، خاصة يعني وعدد الضحايا ارتفع إلى 17 ضحية؟ نعم، مساء الخير مجددا. طبعا راجي فلحوط بالأساس قلنا أمس أنه مصيره مجهول، لأن عندما جرى اقتحام مقره اختفى راجي فلحوط، لا يعلم إذا ما كان حقيقة الأمر. من بين الذين هاجموا من هم مخترق من قبل قوات النظام، لأنه في البداية قالوا بأنهم اعتقلوه، بعد ذلك بساعات قالوا لا نعلم مصيره، والمعلومات كانت تؤكد بأن الرجل قد فر من مكان تواجده، من مقره، من منزله، بمساعدة من كان داعم لراجي فلحوط، وهم المخابرات العسكرية وحزب الله اللبناني وبعض العملاء الذين مكنوا راجي فلحوط من الفرار. الآن راجي فلحوط كأسطورة قد انتهى وذهب إلى ما ذهب إليه بعد أن حاول أن يمتطي حصان الثورة السورية، حصان المعارضة للنظام السوري بداية. بعد ذلك بان على حقيقته الواضحة بأنه ليس إلا عميل ويد ضارب حزب الله والمخابرات العسكرية. لاحقا تبين بأنه كان من المتاجرين والمروجين للمخدرات، وكان أحد وفيهم الذي سرقوا منها بداية. ماذا عن موقف النظام؟ يعني النظام لا موقف له، النظام هو يقول بأنه غير داعم لراجي فلحوط، ولكن الواقع والجميع والصغير والكبير يعلم بأن المخابرات العسكرية وحزب الله هم الداعمين لهذا الشبيح الذي كان يحاول أن يسطو على هذه المنطقة وأن يصنع زعامة له في هذه المنطقة. لكن مع انتهاء هذه الأسطورة، أعتقد هناك أسطورات في للنظام والحزب في مناطق أخرى من المحافظة سوف تنتهي قريبا، لأن الانتفاضة في جبل العرب ليست على راجي فلحوط فقط، بل على ممارسات الشبيحة المدعومين من الحزب والمخابرات العسكرية. شكرا لك لكل هذه المعلومات الإيضاحية. على كل حال رامي، سنبقى يعني على تواصل في حال ورود أي جديد، وخاصة أن هذه الأحداث يعني تحصل على حساب أهالي السويداء. شكرا لك لهذه المشاركة معنا من القاهرة رامي عبد الرحمن.